بحث سبل تحسين جودة رعاية الأمراض السرطانية لدى النساء هو محور التركيز بالنسبة للمشاركين في المؤتمر السنوي الثاني لسرطان الثدي والسرطانات النسائية. المؤتمر الذي ينظمه المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية والذي تستضيفه المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية توفير نهج متعدد الاختصاصات قائم على الأدلة في مجال تشخيص الأمراض السرطانية لدى النساء وسبل إدارتها. من ضمن الاحتفالات باليوم العالمي سرطان الثدي تنظم مؤسسة حمد الطبية مؤتمر عالمي سنويا، في هالسنة أرفقنا معاه برنامج توعوي كامل. المؤتمر في حضور من مختلف دول العالم وبالإضافة إلى أوراق مقدمة من مؤسسة من أطباء وأخصائيين مؤسسة حمد. كانت الأوراق تتكلم عن كيفية الوقاية من أمراض السرطانات التي تصيب النساء، من أهمها سرطان الثدي اللي هو الأكثر انتشاراً، بالإضافة إلى سرطان السرطانات الأخرى مثل سرطان عنق الرحم وسرطان المبايض، بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر. تطرقنا إلى كيفية اكتشاف المرض وطرق علاجه. وعلى هامش المؤتمر أطلقت مؤسسة حمد الطبية حملة سرطان الثدي بمناسبة شهر التوعية العالمي لسرطان الثدي، وقد تم تصميم هذه الحملة بهدف رفع مستوى التوعية بسبل الوقاية والكشف المبكر والخيارات العلاجية المتاحة في قطر، فضلاً عن تعزيز فهم النساء لأهمية الفحوصات الدورية والماموغرام كوسيلة لتمكين النساء في الحفاظ على صحة الثدي. خمس وأربعون فناناً وفنانة من منتسبي الجمعية القطرية للفنون التشكيلية يثرون بإبداعاتهم معرض الفن التشكيلي القطري الذي تنظمه الجمعية في مقرها بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. ويهدف هذا المعرض السنوي إلى تحريك الساحة الفنية وتحفيز الإبداع من خلال التفاعل بين الفنانين والجمهور. المعرض هذا معرض سنوي يصير في الجمعية، طبعا هو معرض خاص بالفنانين القطريين أعضاء الجمعية، والسنة هذه الجديد فيه أنه يضم مجموعة من الفنانين الشباب اللي هم أعضاء جدد عندنا في الجمعية، بالإضافة إلى بعض الفنانين الأعضاء القدامى اللي عندهم خبرة. والحمد لله أيضا طبعا المعرض هذا أنا راضي عنه، لأن كل الفنانين مقدمين أعمال جميلة ومميزة. المعرض يضم لوحات من مدارس تشكيلية متنوعة تعبر عن ثراء وتنوع الإنتاج الفني التشكيلي في الدولة، وتشكل هذه المعارض والفعاليات ملتقاً لتبادل الأفكار بين رواد هذا الفن المتميز. مثل ما تشوف في كوكبة من الفنانين، بغض النظر عن يعني مثل ما نقول ثقافتهم الفنية أو تاريخهم الفني، كلهم مبدعين وكلهم كل واحد عنده مدرسته الخاصة فيه أو ستايله الخاص فيه، فمثل هالتجمعات تساعد على أن كل واحد يغزر ثقافته الفنية ويتعلم من الآخر، يعني حتى لو شيء بسيط. يعني هذه المعارض يصير فيها احتكاك حق الفنانين مع بعض، نشوف أساليب متنوعة ومختلفة، كل فنان يظهر طبعا ما عنده يعني من خلال هذه المعارض، أساليب مختلفة، مدارس مختلفة، ألوان متنوعة، يعني فرصة جدا حلوة حق الفنان القطري يعني بشكل خاص والفنانين بشكل عام. كانت مشاركتي عبارة عن لوحة، يعني طلعت عن النمط التقليدي، شاركت بدبدوب يعني ما شو يسمونه، قلت أغير شوي من النمط. أنا أهتم بهالمعارض لأن هي تبادل ثقافات أو تبادل معارف، لا ثقافة واحدة لكن تبادل معارف، لأن كلنا فنانين قطريين
ولكن على حسب الخبرات، تتفاوت الخبرات. الجمهور من خلال هاي المعارض يتعرف على الفنانين ويتعرف على أعمالهم وممكن حتى أفكارهم يعني تطرح من خلال الأعمال، والجمهور في نفس الوقت ممكن يفيدون الفنان إنهم يعني يعطونا فيدباك، يعطونا مثلا آراء بحيث إنه ممكن يتطور بعدها، وهاي تفاعل يعني تفاعل بين الفنان والجمهور. فعاليات معرض الفن التشكيلي القطري شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور على اختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم الفكرية والأدبية. يشار إلى أن المعرض سيستمر على مدى 3 أسابيع. كشفت شركة بلدنا للصناعات الغذائية أنها ستطرح 73.6% من إجمالي أسهمها للاكتتاب العام، وذلك للفترة ما بين 27 من أكتوبر إلى 7 من نوفمبر. وأوضحت الشركة في مؤتمر صحفي أنها ستطرح نحو 1,400,000 سهم للاكتتاب العام بواقع ريال قطري واحد ودرهم للسهم، علماً بأن إجمالي أسهم الشركة يبلغ 1,900,000 سهم. أتمنى أن كل أهل قطر يشاركون معانا ويشاركون هالنجاح، لأن في النهاية بلدنا لنا جميعاً يعني، وإحنا منهم وفيهم. الاكتتاب مفتوح لجميع شرائح المجتمع، الحد الأدنى هو 500 سهم. وقعنا اتفاقية مع الحكومة الماليزية لمساعدتهم في تطوير صناعة وإنتاج الألبان في ماليزيا، لأن إحنا في قطر الحمد لله خلال 2 سنين صرنا مكتفين ذاتيا. وتعتبر بلدنا شركة ألبان ومشروبات ذات علامة تجارية متميزة ولها حصة مسيطرة في سوق الألبان القطري. منذ تأسيس بلدنا للزراعات الغذائية في دولة قطر في 16 مارس 2014، نما قطيعها إلى ما يقرب من 18,000 بقرة، إذ توجد مزرعتان تمتدان على مساحة تزيد في مجملها عن 2,000,000 متر مربع. مئة عام مرت على تأسيس منظمة العمل الدولية. هذه المناسبة أحيتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في احتفال عقد بالحي الثقافي كتارا. سعادة يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ألقى كلمة في الاحتفال أكد فيها على أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق، يكون من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة مرجعيتها عقد العمل. يسرني بهذه المناسبة الإعلان اليوم عن اعتماد مجلس الوزراء الموقر لتشريعات جديدة تتعلق بإقرار مشروع قانون الحد الأدنى للأجور، ومشروع وضع ضوابط لتسهيل انتقال العمالة لجهة عمل أخرى خلال فترة التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين، وكذلك مشروع قانون إلغاء مأذونية الخروج وسريانه على الجهات الغير خاضعة لأحكام قانون العمل القطري وعلى المستخدمين في المنازل. وسوف يتم العمل بهذه التشريعات فور انتهاء دورتها التشريعية. أنا فخور بتواجد لي في هذه المناسبة ديال الذكرى المئوية للمنظمة العالمية للعمل، وكذا دراسة حول مستقبل العمل بقطر. وبهذه المناسبة أنا كنبغي نهني الدولة القطرية على التطور اللي عرفوا التشريع التشغيل بقطر والملائمة ديالو مع المعايير الدولية. أيضا كانت عندي مناسبة هذا اليوم من أجل تعزيز الشراكة بين المغرب وقطر في ميدان الشغل، وكذلك من أجل مواكبة الاقتصاد القطري بالموارد البشرية المغربية. وتعد مشاركة دولة قطر في الاحتفالات المئوية لمنظمة العمل الدولية إقراراً بالجهود الكبيرة التي بذلتها المنظمة في مجال العمل على مدى 100 عام، والتي تعد دليلاً على الشراكة الوثيقة بين المنظمة ودولة قطر.
استعدادات تجري على قدم وساق قبل أقل من شهرين على انطلاق سباق الذيب للجري على مسافات طويلة بمنطقة زكريت. هذا ما أعلنه الاتحاد القطري للرياضة للجميع في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الثقافة والرياضة حضره عدد من مسؤولي الوزارة والاتحاد. سباق الذيب بيكون إن شاء الله تاريخ 14/12 يوم السبت الساعة 8 صباحا. الحد الأقصى للسباق هو 18 ساعة، ينتهي الساعة 7 مساء للثلاث مسافات اللي هي 10 كيلو وال25 وال50 كيلو في منطقة زكريت. الحمد لله رب العالمين، قدرنا نغطي العدد المطلوب من المتسابقين، 300 متسابق في أول شهر، وبعد الطلب من الجمهور رفعنا العدد هذا إلى 400 متسابق، والحمد لله خلصناه في خلال أسبوع من بعدها على طول. الاتحاد القطري للرياضة للجميع دعم هذا السباق لوجود دعوم سابقة لسباقات سابقة مثل سباق صملة وسباق ماراثون أريدو، بالإضافة إلى سباق الدانة الخضراء. طبعا نطمح إلى زيادة أعداد الممارسين من خلال دعمهم في هذه الفعالية وفعاليات أخرى، ونشجع الجميع على ممارسة الرياضة بشكل مستمر. أكثر من 400 مشارك من الجنسين يمثلون 35 دولة سيشاركون في السباق الذي يأتي كبادرة حرص من الاتحاد القطري للرياضة للجميع المنضوي تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة، وذلك لتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة في أجواء يسيطر عليها الحماس والقوة والروح الرياضية. اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة هو هدف برنامج قطر غاز للغولف للناشئين الذي تنظمه شركة قطر غاز بالتعاون مع الاتحاد القطري للغولف. ويستقبل البرنامج بشكل سنوي منذ نحو 12 سنة الناشئين الراغبين في صقل وتطوير مهاراتهم في لعبة الغولف تحت إشراف مدربين من الاتحاد القطري للغولف. في شراكة ما بين شركة قطر غاز والاتحاد الغولف، الشركة هذه طبعا هي عبارة عن دعم لبرنامج الجولف للصغار، وشركة قطر غاز طبعا تدعم البرنامج هذا لتهيئة الشباب الصغار الناشئين انهم يكون فيه يطلع منهم لاعبين بارزين في رياضة الجولف. وبشكل عام هي طبعا دعم رياضة الجولف في الدولة، وطبعا دائما الدعم يكون يبدأ من الناشئين من الصغار. وطبعا بالنسبة لشركة قطر غاز تدعم الرياضات المختلفة منها الجولف والرياضات الأخرى، والتركيز طبعا على فئة الصغار. البرنامج التدريبي طبعا على ملاعب نادي الدوحة للجولف، عندنا أكاديمية أيضا للناشئين يتدربون عليها. هناك طبعا يتم الحضور شخصيا إلى مبنى الاتحاد القطري للجولف والتسجيل، أو من خلال الموقع، هناك موقع رسمي موجود على الويب سايت، اي شخص حاب انه يدخل مثلا يسجل. احنا طبعا الاعمار المستهدفه عندنا من 8 سنوات الى حوالي 13 سنه. البرنامج ساهم في ظهور عدد من كبار محترفي هذه اللعبه، بينهم من انضموا الى المنتخب الوطني وحققوا انجازات كبيره. وايد ممتن للشكر لهالبرنامج، لأنه عبر 3 سنوات اللي كنت مشترك فيه قدرت أوصل إلى ميداليات في الخليج، 3 ميداليات ذهبية وأيضا ميدالية على مستوى العرب اللي كنت يعني الأول اللي فزت فيها. طبعا بعد ما شاركت في هذا البرنامج قدرت إني أصقل مهاراتي. بديت ألعب جولف عمري 12 سنة في تخان، بعدين عرفت عن البروجرام حق قطر غاز، وجيت كنت أجي الدوحة بس عشان ألعب جولف، وفرون مدربين وكانوا يرتبون لهم بطولات شهريا وأسبوعيا للناشئين وللصغار. ومع الوقت مع التمرين قدرت أوصل للمنتخب. يذكر أن برنامج قطر غاز للجولف للناشئين يأتي في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية في الشركة، ويتضمن فعاليات أسبوعية تعطي للصغار فرصة التدرب وتنمية وتطوير مهاراتهم في هذه اللعبة.